اميغوس، مرحبا بكم في الحلقه الثانيه من برنامجكم مايك دور. هذا البرنامج هذا كما عودتكم تنعطيو الاخبار ديال الراب المغربي، اخبار ديال روابا لي بروجي اللي جايين، فقره ديال كلاش وفقره ديال بيوغرافي. بالنسبه لهذه الحلقه هذه غادي نعطيو البيوغرافي ديال مورو، وغادي نهضروا على الكلاش اللي كاين بين حليوه ومسلم، وغادي نهضروا على التراكات اللي غادي يكونوا في هذا الشهر هذا. داكشي علاش الا كنتي باقي ما ابونيش بالضبط ابونا وفعل الكلوش، وما تنساش تدخل لاشين تشوف حتى ندير بزاف ديال البرامج بما فيهم السبور، الافلام، المسلسلات وفيديوهات تحفيزيه، وجايين شي برامج اللي غادي ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. ولا كنتي ديجا ابوني ما تنساش القواعد الثلاثه، جيم كومونتير بارطاجي الفيديو مع 10. نحاولوا نوصلوا لهذا الفيديو هذا ل 50 جيم، بحيث الى عاونتيني بلي جيم تترك كوموند الفيديو، وان شاء الله غادي نزيدو نطورو من هذا البرنامج، بحيث ان كل ثلاثه الحلقات الحلقه الرابعه غادي نلوح لكم فقره جديده. هذا الشيء اللي كاين، خليونا نبداو مع اول فقره، هي فقره ديال الانستا ستور. ونبداو مع اول كليب، هو ديال مايسترو اللي سميتو خليني من الاو بي ديالو. ونمشيو للتراك الثاني، هو ديال تريبل 7 نيت اللي سميتو غوست فيس. اكيد غادي تكون اول مره سمعتي هاد السميه هادي، بحكم ان الدري ما واخد حقه في الراب المغربي، واللي تنعتبره انا من احسن اللي فلو حاليا في المغرب. ونمشيو عند نيزو اللي غادي يلوح واحد التراك اللي سميتو حبي اعتنستر. اما بالنسبه للتراك اللي كان لاح ويست اوديو اللي سميتو التراك هذا، وجد ليه الكليب ديالو وما بقى ليه والو يتلاح. ونمشيو عند اسيد دريزي اللي شحال هذا ما لاحش تراك، وغادي يلوح التراك اللي سميتو خيلوني. اما بالنسبه لبريزي فغادي يكون اول تراك في 2019 اللي غادي يكون نهار واحد في شهر واحد، التراك اللي سميتو سير قولها لمو. ونختمو مع احسن فريستايل من عند طاني اللي غادي يكون نهار 31 في شهر 12 ككادو ديال راس العام اللي فان ديال طاني. بالنسبه للبروجي اللي كاينين في هذا الشهر هذا، نبداو مع البروجي الاول، هو ديال مون مايك اللي فيه 11 تراك من الالبوم ديالو اللي سميتو رابولوجي، اللي لاح منه جوج ديال الزكستري، التراك الاول اللي كان سميتو رابولوجي، والتراك الثاني فيتشرينغ مع القناوي اللي سميتو ليا. ونمشيو عند علي صامد اللي توجد هو في الالبوم ديال كابيتانوس، اللي فراسي انا هو اللي غادي يكون واحد الفيتشرينغ مع ميستر كريزي، واحد مع الحور، وواحد مع واحد الرابر من الامريكان اللي خليوها مفاجاه. بحال والو نقدر نهضر لكم على هذا الالبوم هذا في واحد الحلقه بوحده. ونمشيو عند القبيح اللي معروف بالشحتمان، توجد هو في الالبوم ديالو اللي سميتو الفقر والشجاع. ونختمو مع اخر البوم اللي غادي يكون عندنا في هذه الحلقه هذه، هو ديال مورو اللي سميتو مسطره رجعيه، اللي غادي نهضر عليه في الفقره ديال البيوغرافي. اما بالنسبه للبروجي الاخرين فكاين او بي ديال دراغانوف اللي قال على انها باقي غادي تعطل شويه، وكاين الميكس تيب ديال كريزي مان اللي غادي نهضر عليها، فيها واحد جوج ديال لي فيتشرينغ. بالنسبه للي فيتشرينغ اللي كاينين في هذا الشهر هذا، بحيد ان كاين فيتشرينغ ما بين اسيد دريزي ويوسف فورتيفاي في التراك ديال ماما، وكاين فيتشرينغ اخر ما بين حليوه وميستريو في التراك ديال زماكري من الالبوم ديال حليوه لاستري، وكاين فيتشرينغ ما بين مورو وهوفر اللي سميتو لي غوريلا وجيوبا. الكليب هذا اللي غادي يكون واجد نهار 23 في شهر 12. اما بالنسبه للفيتشرينغ اللي قلت لكم ديال كريزي مان، غادي يكون فيتشرينغ ديالو مع كلاس اي، وغادي يكون فيتشرينغ اخر مع واحد الرابر من طاليان اللي سميتو تشيغر. ونختمو مع البنج اللي تيوجد بزاف ديال لي فيتشرينغ، بحيت كاين فيتشرينغ ديالو مع فيسكا، وكاين واحد مع سكاي من بريكسل اللي تراك سميتو البيضه، وكاين فيتشرينغ اخر مع مراد ماجود، والفيتشرينغ ديالو مع حليوه واجد التراك ولكن باقي ما تكليباش، وقال البنج في واحد ستوري على انه يقدر يتلاح ويقدر ما يتلاحش. هادو هما لي بروجي اللي كاينين في هاد الشهر هذا، خليونا ندوزو الفقره ديال كلاش. بالنسبه لكلاش ديال هاد الحلقه هادي، اكيد كلكم غادي تكونوا تصنتوا ليه، هو التراك ديال حليوه توتورينا اللي كلاش فيه مسلم في هاد السطير هذا. فوك بي كوسلي فريستايل انا مالي 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 صوب فانينا كرمي فانيدا ياك وصحابك في سامتي بزاف زبي شي فين ولينا شي شي لي فوكي صوني عارف جاوبو كل انو اللي قاليتا تزدنا من الاورف كونترا اللي غيبو كيري. علاش سمح لي واحد التراك بتوتورينا؟ وشكون هو توتورينا؟ توتورينا هو اللقب ديال سيلفاتوري رينا، واحد المافيوزي من طاليان من اخطرهم، بحيث انه قتل 40 واحد
والشكل ديالو تيبان لك على انه قصير ولكن ضاصر. اش بغا يصلح لي هو من هذا السميه هادي هو انه ما عمرك تحكم على المظهر، واي واحد جاء في الجيم غادي ينحي. بالنسبه لهاد الفقره ديال البيوغرافي، غادي نعتبر البيوغرافي ديال زكريا 37 سنه اي كي اي مورو، اللي تزاد في درب السلطان وكبر في الزيروكار، عايش حاليا في فرنسا. دخل الدومين في الاخر ديال التسعينات، بحيث انه البديه الاوفيسيال ديالو كما تيقول هو في 2011 باول تراك اللي سميتو شوفونا جينا. تحسبنا جداد ذهب ماشي حديد، بيضاوة ولاد البلاد دم سلطانة سيدي، زيرو كاتا بابا كابري في الغيب ومولفين بالبابا، صدقة صافي تلاقيت الدعوة فيها مخلطة. وراه غادي يحل الشين ديالو وغادي يلح فيها اول تراك في 2012 اللي كانت سميتو مورو، بحيث انه بدا بالسمية ديال مالك موروفيتش. كيطلو سايق الراب حيت كتهز فوق اللون، ما علينا نيجا الاخبار فراس الراب مات نيجا بركة فراس. في 2013 غادي يلوح اول ميكس تيب ديالو اللي كانت سميتها كالابوس، وكان فيها 11 تراك كلها سولو وما كان فيها حتى فيتشيرينغ. في 2015 غادي يلوح البوم ديال كاليميرو اللي كانت فيه 20 تراك كلها سولو، حتى هي ما كانت فيها حتى فيتشيرينغ. في 2016 غادي يخرج الفوليوم 2 من كالابوس، بحيث ان كان فيها 10 ديال التراكات وتراك بونيس اللي بريزونطا فيه البنج بالتراك ديال بارادوكسا. سمعوا اكستريم. كبرنا برزق والدينا داك الشيء علاش كنبغي غبا امي، غتقول لي الامور جبت جوان ضرب دو طافون عطيك تنجا شكميح، كنحلم براسي فاوي قدامي بيسين كلو تيتيز بلا ما توي العقا باور ايغو تي ماكس كوبرا في جليك اجبري اي دونت جيف اف باغي نعيش انا وابي اونس، غادي نبراكي بانكا ونخبي خويا شنطة نضرب الحبس وهانيكس، ندخل نشوف خوتي بنادم حقيقي ماشي تاع الكارتون فوك يو انت وتمارة انا ملامح تاع الباطون. في نفس العام غادي يخرج الالبوم ديال ليستاليانوس، هذا الالبوم هذا اللي كانت فيه 16 تراك، كانوا فيه 3 ديال لي فيتشيرينغ، كان فيتشيرينغ مع البنج وفيتشيرينغ مع ليل جي وكان فيتشيرينغ مع ستور وبراكو. في 2018 غادي يخرج ميني البوم اللي سميتو المدونه واللي كانت فيه 10 ديال التراك، وراه غادي يبدا يلوح دي سينجل من البروجي ديال زاكاموريا قبل ما يجي البيف ديالو مع غوزمان، وراها بشي شهر ولا شهرين يجي البيف ديالو مع النيسيو، من احسن لي بيف اللي كانوا في الراب المغربي. ونختمو مع الالبوم اللي تيوجد فيه دابا واللي سميتو مسطره رجعيه، فيه 14 تراك وفيه 3 ديال لي فيتشيرينغ، حيت الفيتشيرينغ الاول كاين مع قناوي اللي سميتو موتيف، وكاين الفيتشيرينغ الثاني ديالو مع ديمون بروفيت الزعيم في التراك ديال الحدود، والفيتشيرينغ الاخر ديالو لي انترناسيونال مع واحد الرابر من فرنسا اللي سميتو او بي دي، اللي لح اخر كليب ديالو اللي سميتو فرانسيسكو توتشي. خذوا اكستريم منه وقول لي اش بان لكم. او بي دي او بي دي او بي دي Hey Kounio, dis-moi quel ok, dis-moi quel ok, qu'est-ce que tu feras devant ma maman notée, devant ma maman notée. Hey Kounio, dis-moi quel ok, qu'est-ce que tu feras devant ma maman notée. J'ai fait des conneries et puis y'a tas d'affaires, mais j'ai promis que j'allais tous les choquer comme Francesco Totti, Francesco Totti. هادشي اللي كاين في هاد الحلقه هادي اللي نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتك الحلقه ما تنساش جيم وتخلي لي الراي ديالك في كومونت، سواء كان خايب ولا زوين، ما تنساش بارطاجي الفيديو مع 20 باش يوصل لاكثر عدد من الناس. هادشي اللي كاين، تشوفوا في حلقه جديده. تشاو اميكوس.